السلام عليكم ورحمة الله. صباح الخير أو مساء الخير على حسب الوقت اللي هتشوف فيه الفيديو. معكم شريف من قناتكم الفهد تيتوريال. لو أنت أول مرة تشوفنا على اليوتيوب، أهلا وسهلا بيك معنا في أسرة الفهد تيتوريال. اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. حلقة النهاردة هنتعلم فيها إزاي نحول أي تراك أوديو لميدي داخل كيوبيز. بكل بساطة الخاصية دي موجودة في كيوبيز برو. لو حضرتك عندك كيوبيز إليمنت أو كيوبيز أرتست، مش هتقدر تنفذ حلقة النهاردة عمل. تعالوا نسمع اللباية الفوكال اللي معانا. Don't look back, have no regrets. Life is too short to waste it on that. عشان نقدر ننفذ اللي احنا قلنا عليه هنعمل ايه؟ هنيجي على اللباية وندوس عليها دبل كليك. هتفتح لنا تحت في اللور زون. هنيجي على الشمال هنا في الانسبكتور. هندوس على Very Audio ونقول له Edit Very Audio. هيعمل تحليل للباية اللي هو سمعها ويحولها لي إلى نوتات. الخطوة اللي بعد كده هروح نازل عند Choose Function وأقول له Extract MIDI. مبدئيا أول ما هنفتح الأوردر ده هيكون قدامنا بالشكل ده في Extract MIDI، هيكون على Notes and Static Pitch Band Data. هقول له أوكي. هاجي هبص لأنه إن هو بالفعل عمل لي الأوديو ده، حوله لي لميدي. اجي اعمل تراك انسترومنت واجي اختار هنا اي صوت انا عايزه. انا عايز اختار صوت ريبوت، وهنيجي ناخد الميدي نحطه في تراك الهيلو. كده التراك ده خلاص احنا مش عايزينه. نيجي نسمع الميدي اللي طلع. تعالوا نشغل اتنين مع بعض. Don't look back, have no regrets. Life is too short to waste it on that. حسست ان الموضوع مش منسجم، مش طالع زي ما انا عايز. امسح الميدي ده واضغط تاني على الاوديو واجي عند Choose Function Extract MIDI، وهنا اختار الاختيار الثالث Notes and Continue Pitch Band Data. اوكي نضغط عليها. هنلاقيه طلع رسالة تحذير بتقول لي This data requires a pitch band range of at least 6 semitone. يعني الداتا اللي قدامنا دي محتاجة على الأقل 6 انصاص معنا. هاجي على رقم 2 اللي هنا ده وخليه 6. الرسالة اختفت وأقول له أوكي. هاجي أروح على الهيليون وكان قايل لي 6. هاجي هنا خليه ماينس 6 وبلاس 6، نفس الرقم اللي انا عامله هناك، وابتدي اسمع الميدي. Have no regrets. Life is too short to waste it on that. حاسين طبعا ان الموضوع بقى مختلف عن المره اللي قبلها، وبقت تحديدا بالظبط زي الاوديو اللي معنا. كده اكون خلصت حلقه النهارده. اتعلمنا فيها ازاي نحول اي تراك اوديو لميدي. لو عجبتك الحلقه ما تبخلش عليا بلايك وشير الفيديو مع اكبر عدد من صحابك عشان الفايده تعم علينا جميعا. في الختام سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.